مين جاب الورق ده؟ كان البا. الظاهر ان سعادتك كان عندك حق في كل كلمة قلتها. عشان تبقى تاخد بنصيحتي وتسمع كلامي بسرعة يا زين. مشكلتي فعلا يا فندم اني بطيء في السمع والطاعة، وده هيخسرني كتير. يا سيدي، اللي تخسره النهاردة بكرة تكسبه. مظبوط، لدرجة اني مش بس هقفل التحقيق، انا بعرض على سعادتك انك تنقل الموضوع كله لأي زميل تاني. تعرف ان انا كنت هعمل كده لو استمريت على عنادك ده؟ تمسكي بالشرف والنزاهة سعادتك بتسميهم عناد، انما العك والتلفيق وقبول التحريات المغلوطة دول التجاوب والمرونة المطلوبين. انت ايه اللي بتقوله ده؟ اللي بقوله اني برفض اكمل بالاسلوب ده. انا يوم ما اقسمت اليمين على تحقيق العدل كان عهد امام الله ان محدش يجبرني على ارتكاب الظلم والتدليس. انت واعي للي بتقوله ده؟ واعي قوي، وعايز اقدم لك نصيحة انت كمان. الحق اشوف لك ترزم الفريق بتاعك ينجز لك القضية ويطلعها لك زي ما انت عايز تفصيل. انت موقوف عن العمل وبتحول للتحقيق. ما تتعبش نفسك، انتهى خلاص. السيد المستشار المحامي العام لنيابات امن الدولة، تحية طيبة وبعد، أتقدم لسيادتكم بطلب إعفائي وإنهاء خدمتي نظراً لتعرضي لضغوط مهنية شديدة، أخشى معها ألا ينضبط ميزان العدل بشفافية ونزاهة وحيدة مطلقة، وتفضلوا بقبول وافر الاحترام. ممكن تعملي زي يا جدو؟ كيكي حبيبتي معلش جدو مش فاضي دلوقتي. يا جدو كيكي اطلعي عند انا فوق وهي هتعملها لك يا حبيبتي، وخليها تديك الدواء. ها يلا حبيبي. دي مش اول مره اعملها معاها وائل باشا. الله، وين حرقة الدم دي ما ترضيش ربنا. ايه يا شيخ، المأمور من ساعه اللي حصل هو مسخن عينه عليك. وين حكايه ناقصه سخونيه. مساء الخير يا مدام. اهلا يا باشا. طيب انا هبعت لكم اتنين حاجه ساقعه عشان تاديك. اتكل على الله. مرضيش مش كده؟ شايفه ايه؟ ولعلمك بقى كل السياسي خد الخيل وتلت ومتلت الا انا بيربيني. ده بيربيني انا يا خساره قميص النوم الاسود. خليهولك بقى. صوتك وقت صوتك. هي حرقه الدم دي مش ناقصاك يا علا. حقك عليا يا اخو. ده انا هفرحك، المحامي كلمني النهارده الصبح وقال لي خلاص كلها كام يوم. عارف عارف افراج باذن الله، ولسه مكلمني عشان اخرج بقى لولاد الابلسه اللي بره دول. وغلاوتك عندي لعرف لك مين ابن الحرام اللي فقع بينا المعموس ده. لا لا ولا انا عايزك انت بره الفيلم ده خالص. بخاف عليك يا بنت. تخاف على مين يا حبيبي؟ ده انا ولا العربي يعني. اسمعي الكلام يا ولا عربي وقولي تمام. تمام. في حاجة تانية كنت عايز أقولك عليها. عايزك تنسي شغل الصالة ده خالص. فهميني، أنا خارج من هنا على شغل كبير ومش محتاج أي حد يلسن عليا. يلسن على مين يا أخوي؟ ده أنا أرتست أوتيلات فايف وسكس ستار، وزارة السياحة تبصم على كده. اسمعي الكلام يا عولة أمها ولا لا. حاضر يا أختي. هو في إيه؟ ده أنا جاية أشرفك بوضعك الجديد. خرب بيتك يا محمود الغبرة. زي ما توقعت، جمال تحت إيده أوراق تفضحنا كلنا. أنا مش عارف هو بيعمل كده ليه في نفسه. والله يا فندم أنا مش عارف أقول لسعادتك إيه. بس إيه؟ الموضوع ده لازم ينتهي بأسرع ما يمكن، وإلا كلنا هنبقى في خطر. محدش بيجيب لنفسه وجع القلب يا باشا. قصدك إيه؟ قصدي إن جمال كان محتاج يطمن مش أكتر. شويتين اللي عملهم دول علشان يحمي نفسه، لكن عمره ما هيفكر لأبعد من كده. تفتكر؟ هو أنت غيرت نوع سجايرك ولا إيه يا علي؟
يعني ساعات وساعات. قول لي يا علي، جمال كان بيعمل ايه في بيته؟ سعادتك عرفت ازاي انه كان هناك؟ يعني مفيش اي اثر لاوراق او جوازات سفر او اي حاجه تدل عليها. معنى كده ان هو دخل وخدهم؟ ده لو على فرض انه كان سايبهم هناك اصلا. ويمكن يكون سايبهم لحد بيساعد. اولا جمال بكل المهارات والتدريب اللي حصل عليهم بيعرف يمحي اي اثار تدل عليه. ثانيا جمال مؤهل بكفاءه عاليه على وان مان شو، يعني مش محتاج مساعده من حد. وثالثا ده الاهم، سعادتك ان اي جوازات تم امداده بيها لا يمكن هيقدر يستخدمها تاني، لانها كلها تم الابلاغ عنها ورصدها بجميع المطارات. معنى كلامك ده بقى ان احنا ننساه خالص ونسيبه يحددنا زي ما هو عايز وبراحته. قلت لسعادتك هو محتاج يطمن وبس. ما تزعلش مني يا رجائي، اصل اللي حصل صعب ان اي حد فينا يصدقه. لما هو صعب يا موسى، سبتوني لوحدي ليه؟ ما وقفتوش جنبي وسندتوني وانتوا شايفين ابني بيضيع من بين ايديا ليه؟ معلش يا اخوي، معلش. انتوا تصدقوا كده على جمال؟ ده انتوا اللي مربيينه. حقك عليا، اصل الحكايه مش سهله وكلام الناس كتير. جمال الظلم يا موسى، واصعب الظلم اللي بيجي من الشخص القريب يا عشرة العمر يا صاحبي. هون عليك اخوي. مال فرغالي ما جاش معاك ليه؟ اصله هو فوضنا انا اتكلم معاك في الحكايه دي. حكايه ايه؟ شوف يا رجائي، احنا عشرة عمر، اكلنا عيش وملح مع بعض ما نكرش، وطول عمرنا احنا عايشين مع بعض وبيوتنا مفتوحة وولادنا كلهم اخوات. بس بعد اللي حصل والبوليس رجله داخلة خارجة على البيت، كل سكان العمارة بقت متأزية ومش عاجبها الوضع ده، فطلبوا مني ان انا اتكلم معاك عشان عارفين العلاقة اللي بينا وانك انت ضروري هتفهمني صح. فطلبوا مني انك انت تسيب الشقة وتدور لك على مطرح تاني. الحمد لله. السلام. الله يسلمك. في ضيوف عشان حضرتك جوه. مين؟ مش عارف. كيكي تعالي هنا حبيبتي. يا رئيسة اللواء، ما قاعدة بتلعب معايا مكعبات. كيكي تعالي هنا حبيبتي. جد. كيكي تعالي هنا. اطلعي فوق معنا. اطلعي فوق. انت جاي هنا عايز ايه يا جمال؟ كده برضو علي؟ يعني هي دي اهلا وسهلا بتاعتك يا باشا؟ عايز ايه يا جمال؟ عايز اعرف عملت لي ايه؟ في ايه؟ في اللي انا هسأله لك دلوقتي. مفيش اسئله ومفيش اجابات لانك انتهيت خلاص يا جمال. وبعدين يا اخي حتى لو معاك اوراق او اديتها لاي حد وعايز يوصلها لاي جهه، انت عارف كويس قوي ان احنا ايدينا طايله وممكن نقضي على اي حاجه في اولها. طب لما انتوا ايديكوا طايله خايف مني ليه؟ جمال اللي انا عايز اعرفه انا هعرفه، وعلى فكره اعرفه منك انت. انا عايز اعرف وانا اتسجنت ليه؟ عشان قلت لا؟ مين اللي بيقرر؟ مين اللي مدورها؟ لحد امتى اللي انا فيه ده؟ يا خساره يا جمال، كل فرصه بتبقى بين ايديك بتضيعها. مش مشكله بقى خلاص، ما انا بالقانون رايح رايح.
فمش هيحصل حاجه بقى لما اخدك معايا. جمال انا عملت اللي وعدت بيه، خرجتك بره القضيه خالص، كلها ساعات وهتعرف. لما انا القضيه ما تفرقش معايا. اللي يفرق معايا اللي انا سالته لك. رد. محدش بيعرف كل حاجه. خلاص يبقى قول لي كل اللي انت تعرفه. صدقني الحقيقه فيها خطر عليك. نصيحه مني، ابعد، ما تقرب لهاش برجليك. مالكش فيه. رد عليا وخلاص. ماشي يا جمال، انا ما عنديش كل الاجابات، لكن اديني يومين وهعرف لك كل حاجه. ماشي يا سيدي، انا هديك فرصه يومين، بس لو فكرت تغدر هتشوف مني حاجات مش هتحبها خالص. جمال دي حرب وانت مش قدها. انتوا اللي ابتديتوا الحرب يا ست اللواء، بس انا اللي انهيها. على فكره صحيح، دي كيكي عندها نفس الحساسيه اللي عند سليم ابني بالظبط، دلوقتي هتكح بسبب البرفان اللي انا حاطه. على فكره يا خبيت الدواء، لو فكرت تبلغ عني مش هقول لك اوف، لو فكرت تكلم اي صيدليه فيها ساعه الا ربع عشان تجيلك. هطلع من هنا واكلمك واقول لك مكان الدواء فين. جمال دي طفله صغيره ملهاش اي ذنب. بس ليه ابني كمان ما كانش ليه ذنب؟ حاسس بحاجه كده تقلق في الاول، غير ان انا بس بكح كحه جامده بتطلع من صدري وظهري في وقت واحد وبتعمل لي الام مرعبه، بس ما كنتش متخيل ان ده هيحصل. وايه اللي حصل يعني يا عم؟ دي ولا حاجه، جراحه الاورام النهارده بقت على كفاءه عاليه ونسب نجاحها 100%. الدكتور بدران قال لي كده برضه، بس انا بيني وبينك بفكر ان انا اسافر بره اعملها. وماله يا عم؟ طبعا ده افضل، من بكره نبتدي نعمل اجراءاتنا ونشوف احسن مستشفى واحسن كونسلت بيعملها، اظن لندن مش كده؟ الدكتور بدران هيتولى كل حاجه بنفسه وهو اللي يحجز لي. على بركه الله، على بركه الله. كانسر؟ منى؟ كانسر يا بابي؟ يا حبيبتي انا ما كنت في ايه بس؟ انا ما كنتش عايز اقول لك اصلا. ازاي ما تقوليش حاجه زي كده؟ هو انا عندي اهم منك فين في الدنيا؟ اهدي يا منى اهدي، بابا زي الفل اهو. وانت بتضحك على مين انت كمان؟ هو انا عيله صغيره؟ قول يا بابي الدكتور قالك ايه بالظبط؟ لازم اعملها في اسرع وقت. خلاص احنا بكره نكون في المطار ونطلع على لندن. بكره ازاي بس؟ ده في اجراءات وحجوزات مش مهم، البيت هناك فاضي، احنا نطلع ونقعد هناك لحد ما دورنا يجي في المستشفى. وشغلي والحزب؟ دوس في اي حاجه، صحتك عندي بالدنيا يا بابي. برافو عليك يا منى، صحة ساعتك يا باشا اهم من اي حاجه، الكلام ده كله يستنى يعني. الشفا ان شاء الله يحبك. ربنا يكرمك يا بنتي. انت خلاص هتوحشنا، سمع الدكتور بيقول ان انت بقيت تمام وتقدر تخرج. والله سمعتيه بيقول كده؟ او النعم. طب الحمد لله الحمد لله. جدو اهلا اهلا حبيب جدو. ازيك؟ وحشتيني قوي يا صيف. وانت كمان يا جدو. ازيك يا اسماء؟ الله يخليك، مش هتشد حيلك كده يا استاذ رجاء عشان تروح معانا بالسلامه؟ كلام في سرك بان عليها خلاص هانت. أنا قربت تخرج يا جدو؟ قربت يا حبيب جدو، قربت. أقول لك إيه يا أسماء؟ خدي هاتي لك شاي وحاجة تاكليها وهات شوية حلويات تسليم. خيرك سابي يا أستاذ رجائي. بقول لك اسمع الكلام، أصل بيني وبينك أنا عايز أقعد مع سليم حبيبي أتكلم معاه شوية. حاضر. تعالى أنت جنبي هنا بقى. حبيبي 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 وحشتني وحشتني. عامل ايه؟ شفت باباك؟ شفته وهو قال ان هو هيروح مشوار قد كده ونرجع نقعد مع بعض تاني في البيت ان شاء الله. حبيبي زمان زمان حبيبي، وانا قدك كده كان ابويا ياخدني من ايدي واروح معاه جامع المؤيد. كان له واحد صاحبه دخلني فاتح جنب الجامع، كان يروح يقعد معاه يقعدوا يتكلموا ويحكوا ويضحكوا. مكان كان جميل قوي، كان كله شجر مانجا وجوافة، وكان فيه فسقية كبيرة والعصافير بتحط من كل ناحية، ولما يسمع أذان الظهر كان
عشان ياخدني من ايدي ونخش عشان نصلي. وفي يوم وهو قاعد عند صاحبه ده دخل علينا راجل درويش، قال له ابنك ده اسمه ايه؟ قال له رجائي. قال له رجاءك من الله ان شاء الله ربنا هيرزقك بسليم. وفعلا بعدها بثلاث شهور كده والدتي حملت بسليم. كان جميل مش منور، كنت بحبه قوي، بحب اقعد العب معاه، لكن راح بعدها بثلاث سنين. راح فين يا جدو؟ راح عند ربنا. عند ربنا حبيبي. انا بيني وبينك قلت لما اكبر وخلف ولد هسميه على اسمه، لكن خلفت وعدي وسميته جمال. طب وسليم يا جدو؟ ابوك بقى هو اللي عملها. اول ما جه خلفك بقى قال انا هسميه سليم. بيني وبينك انا خفت، قلت له بلاش يا ابني بلاش، احسن لا قدر الله يعني يحصل له حاجه. قال لا، جمد قلبك يا ابويا، سليم هيكبر هيبقى راجل وبكره تشوف. انا زي اخوك يا جدو. اديك طول العمر يا حبيبي. بقول لك يا سليم، عايزك تبقى زي ابوك مال عليك، راجل وعتره يعتمد عليه. عايزك تصون ابوك يا سليم، ما تصدقش عليه اي كلمه وحشه تتقال. مش احنا عصابه واحده برضو ولا ايه؟ ايوه يا جدو. ايدك بقى. ها جدو، 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 جدو. تصاعد أنفاسي إليك عتاب. يا دكتور، يا دكتور. وكل إشارة فليتك تحلو والحياة مريرة. ايه يا جمال يا ابني؟ مالك؟ بقالي مدة عايز اتكلم معاك وبحوش نفسي، بس لقيت الحكاية طالت قوي. انت بقالك فترة سايب شعرك وسايب دقنك وما بتروحش شغلك، ايه اللي حصل؟ وانا قدمت استقالتي يا حاج، سبت الشغل ومشيت بقالي فتره. طب وماله؟ ما دام ده لمصلحتك يبقى خير وبركه. لمصلحتي. لسه مش عارف. علي مكلمني على مشروع نعمله سوا، بس لسه مش اكيد. احتمال اه واحتمال لا. ولما هو احتمال اه واحتمال لا، تقوم تقدم استقالتك برضه يا جمال؟ معلش يا حاج، ما هو كان لازم. كان لازم؟ كان لازم ازاي؟ انت ما سبتش الخدمه برضاك يا جمال. ايه اللي حصل يا ابني؟ اللي حصل يا حاج ان انا اجبرت على الاستقاله، بدل ما هم يرفضوني يبقى شكلي وحش. ليه؟ حصل ايه عشان ده كله؟ بعدين يا حاج، بعدين احكي لك كل حاجه. بس لو جالك اي حاجه عني وحشه اوعى تصدقها، لان انت عارفني كويس. انا اتظلمت،
اللي حصل كله كان غصب عني. ولو اني مش فاهم حاجه بس انا مش عايزك تحكي دلوقتي، لما تبقى عايز تحكي تبقى احكي لي. بس انا عايز اقول لك كلمه، اوعى تسيب حقك يا ابني، لانك لو سبت حقك يبقى بتظلم نفسك. ساعات يا حاج بيبقى احسن لنا نظلم واحنا بايدينا، احسن ما نسيب غيرنا يظلمنا. لا اله الا الله. شوف يا ابني، طالما ان انت متاكد انك صح يبقى اوعى تزعل او تندم على حاجه، ولو في سكه اتقفلت قدامك تاكد ان ربنا يفتح لك الف سكه غيرها. الدنيا واسعه قوي يا ابني، واسعه قوي، بس احنا اللي عينينا ضيقه. لما تحب تحكي يا جمال انا مستنيك. والا حد الاسرار فهي رسائل. فهل الجنة نعيمة يا جمال؟ هلا بينا. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب. وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا لازم شوية نحرك الجمال، متجنن قوي من ساعتها. حلاوة روح يا باشا، جمال عارف إن الأيام اللي فاضلة معدودة، عشان كده بيتحرك من غير حسابات. تفتكر؟ جمال هو عارف يعمل إيه كويس. الورق اللي بعته له بيقول إنه مش بس تحت إيده حاجات، لا، ده كمان بيستعرض علاقاته، بيبلغ رسالة إن إيده طايلة لأبعد ما إحنا متصورين. تقصد إيه يا باشا؟ هو أبو العزم ما قالكش ولا إيه؟ الورق اللي اتبعت كله من ملف العراق، وما أدراك ما العراق. وهم اتنين اللي اشتغلوا في الحكاية دي، السفير بهجت سالم والشيخ نوح السباعي. بسيطة، الاتنين دلوقتي تحت ايدينا. أبو العزم عايزهم تحت عينينا علشان نفهم مين اللي اداله الورق ده ومصلحته ايه نتعاون معاه. هيحصل يا باشا. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم. بقية في حياتك يا جمال. وأولئك هم المهتدون. ما كانش ينفع تظهر دلوقتي في الظروف دي يا جمال. أنت ناسي إحنا بندفن مين ولا إيه؟ ده أبويا. يا جمال أنا خايف عليك، وبعدين إحنا كنا هنقوم بالواجب. أنت طول عمرك صاحبي. أو علم ينتفع به أولا من صالح من يدولا سنة بعد الدولة الجميع يقول أمين أسرق فقط واحد منها اللهم اغفر له وارحمه.
قرب المرحوم. وانت مالك؟ مالي ونص. المدفن بتاعنا والميت ميتنا، واجب نعمل له كامل احترام. هتقل عقلك وتعمل حاجه غير كده؟ هنفتح المدفن تاني ونضايف الحكومه. صباح الخير يا بابي. مون رجعتي بدري يعني؟ حضرت الدفنة ومشيت على طول. الله يرحمه ويفكرني اكلم جمال عزيز. حاضر يا بابي. ما رحتيش شغلك ليه بعد ما خلصتي؟ معقوله عايزني اعرف ان انت ما نزلتش وروح شغلي؟ ده كلام برضو. انا النهارده اجازه من كل حاجه الا خدمه سعادتك. سعادتك ليه بس كده؟ بتفكريني بالمكتب وقرف. خلاص بلاش سعادتك، خليها سيادتك. برضو ده انت مصممه بقى، واضح ان مزاجك حلو النهارده. قوي متفائلة ومطمنة إن شاء الله كل حاجة هتبقى تمام، صدقني. نفسي أصدقك. حبيبي أنا عمالة أتابع مع الدكتور بدران وكذا حد أعرفه في النادي، وكلهم طمنوني وقالوا لي الموضوع بقى بسيط جدا وسهل، والحمد لله إن إحنا اكتشفناه في أول. أوكي، إديني الجرانين. بلاش بقى الجرايد والحاجات اللي بترفع ضغط الدم دي. أنا ما رحتش المكتب أهو. بلاش جرايد، وكمان بلاش أخبار. ها. الله، فيلم كوميدي. نقعد نتفرج عليه مع بعض زي زمان. فاكر يا بابي؟ فاكر حبيبتي. كل واحد فينا عارف ان كان هيجي يوم نسيب اللي بنحبهم، فهيسبقونا هنسبقهم. بس عمري ما تخيلت ان انا اشوف اليوم ده مع ابويا ابدا. طول الوقت كنت شايفه في احلى لقطه لينا، صوره ابيض واسود في راس البر، وانا راكب حصان خشب واقف جنب مني زميلنا عمال بيضحك. لو قلت لك ان انا طول الوقت كنت بشوفه بنفس لون شعره بنفس ملامحه مش هتصدق. طول الوقت كنت حاسس اني عيل صغير واقف جنب بينه مسنود ومش خايف من حد. كنت بحكي له كل حاجه، بحكي له كل مصيبه كنت بعملها، حتى كنت بحكي له على كل بنت مشيت معاها وصاحبتها. كنتش بخاف منه ابدا. الله يرحمه كان طيب قوي، كان دايما يقول لي خلي بالك، ما كانش بيزعق ولا يعمل الحاجات دي ابدا. بس لما الموضوع يكبر قدام الناس يقعد يعمل فيلم. لهم ابني محدش كان دعوه بيه، انا اللي هربيه. واول ما يتقفل علينا الباب يقول لي اعمل يا واد اللي انت عايزه، ملعون ابوه بس ما تسوقش فيها. ابوك اللي صاحبك بجد مش كلام. فجاه بتلاقي نفسك صحيت على لون شعره بتغير، تلاقي ملامحك كبرت فجاه وشعره ابيض. فجأة بتحس ان انت اللي كبرت، فجأة بتحس ان السنين كلها عدت في لحظة، تلاقي نفسك واقف لوحدك محدش سابك. شد حيلك يا بطل، كلنا هنموت محدش مخلد فيها. ابوك دلوقتي في حتة احسن من اللي احنا فيها بكتير، بس راح بعد ما رباك وكبرك وخلك راجل قد الدنيا. فوق بقى من الحالة دي علشان تعرف تربي ابنك. معلش يا ابو، سوى حشد بسرعة قوي.
موبايلك مقفول ليه من الصبح؟ وصل شحن. لقيته جمال؟ هنلاقيه فين؟ ما انت شفت بنفسك اللي حصل. انا كنت مشيت ولسه سامعه من شويه، عشان كده بسالك، حد قدر يمسكه؟ جمال هرب، بس مش هيفضل هربان على طول. يعني ايه؟ مالك خفت كده؟ عايزة أفهم يا علي معنى اللي بتقوله ده إيه؟ قضية باظت بالنسبة له، جمال براءة من الموضوع ده كله. بجد؟ طب والله برافو يا علي، أول مرة تقول هتصرف وتتصرف بجد. ولا هو حد تاني اللي اتصرف وأنت عايز تعمل فيها بطل؟ بطل؟ عموما مش مهم، المهم إن جمال براءة. ده أسعد خبر بالنسبة لي. أنت ليه طول الوقت محسساني إنه جمال عندك أهم مني؟ وطول الوقت بتسأليني عن أخباره وهعمل له إيه؟ وهتصرف له إزاي؟ ليه ما تعيش وجودي جنبك؟ وجودك جنبي؟ تقصد في حياتي يعني؟ انت اخرك موجود في البيت وخلاص. انا مش قادرة افهم انت ازاي قادر تضحك على نفسك للدرجات يعني. لاخر مرة بسألك، ايه اللي بينك وبين جمال؟ ولاخر مرة بجاوبك، جمال ده انضف وارجل واحد عرفته من طريقك. فوق بقى وبطل تمثيل. انت ما بتعملش كده عشاني ولا عشان رجولتك على فكرة، انت بتعمل كده عشان جمال، عشان هو يستاهل كده. ايه يا جيمي، انت هتفضل قاعد تاخد وتدي مع نفسك كده ولا كأني جمال؟ معلش يا أشرف، غصب عني. معلش. طب بكره عند اللي ما يتعزش عنده حد. كلنا هنموت، بس لما ابوك يموت مبسوط منك وراضي عنك، غير لما يموت مقهور عليك وجواه عتاب مش عايز يقوله لك. يا جميل، عم رجاء عمره ما عاتبك ولا نام عليك. يا راجل ده انت ما شفتش كان بيتكلم عليك ازاي قدام الناس. الله يرحمه كان فخور بيك قوي يا جمال. عارف، كنت بشوف ده في عينيه من غير ما يتكلم. هما اللي موتوا يا أشرف. طب بص يا جمال، تعال نتكلم بالعقل كده واحدة واحدة. دلوقتي دول ناس أنت كنت شغال معاهم، وفجأة قررت إن أنت مش عايز تكمل وهتقف هنا، يبقى أنت من سكة وهما من سكة وخلصنا. ياه، بالبساطة دي كده؟ هيعملوا لك إيه يعني؟ سؤالك غلط. أمال إيه السؤال؟ أنا اللي هعمل لهم إيه؟ يا جمال، هو أنت ناوي تروح لهم برجليك؟ أه يا أشرف، أروح لهم برجلي. طب ليه؟ ليه؟ هو انت فاكر لو انا سبتهم هيسيبوني في حالي؟ يا اشرف، الحياة خلاص بقى في ظهري. لا ينفع ارجع لورا ولا اقف مكاني. لازم افضل مكمل لحد ما اوصل للحقيقة. يا ابني كفاية اللي عرفته. اللي عرفته ده نص الحقيقة يا اشرف، ويمكن اقل كمان. انا عرفت انا مين، واللي بعمله ده بعمله ليه. ده انا طول الوقت كنت فاكر ان انا بخدم البلد دي وبعمل لمصلحتها. طلع ان انا عمال بخرف فيها، وكل ده من غير ما اقصد. لازم اعرف مين الرؤوس الكبيرة، مين السبب في الفساد والخراب اللي احنا عايشين فيه؟ يا شبكة واسعة قوي كده؟ أوسع مما تتخيل. أنا مفيش بلد عربية رحتها ما عملتش فيها عملية أو أكتر. أكيد هما كمان عندهم اللي زي اللي جه البلد دي وعمل مليون مصيبة. شر ما بيوقفوش حواجز ولا بوابات تفتيش. بيبان كلها مفتحة على بعض. في اللي بيتحكم فيها ومستفيد من ورا كل اللي بيحصل ده. نهار أسود. الكلام اللي بتقوله ده معناه إنهم مافيا. نظام بحاله. يعني عمرك لوحدك يا جمال ما هتعرف تعمل معاهم حاجه، حتى لو وصلت للروس الكبيره زي ما بتقول. لا هعرف. لو طلعنا ده للنور واتفضحوا قدام الدنيا كلها، اكيد هنلاقي حد يقف معانا. ما اكيد لسه في حد عنده ضمير يساعدنا. ساعتها هنقدر نسد النظام ده.